في 6 أماكن من القرآن يعقب الله تعالى على التشريع بقوله لعلكم تتقون، وفي 6 مواضع أخرى يعقب الله تعالى لعلهم يتقون. ولذلك جاء الأمر بالتقوى والوصايا بها لكل من أرسل الله تعالى لهم الرسل، فقال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكانت وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه بالأمر بالتقوى، قال لأبي ذر: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. وعن العرباض بن سارية قال صلى الله عليه وسلم: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. إن الصبح زين النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ينقرب يوعظنا يصير كينا نهار نويدين وراون نهزل في الطاويل ترود. فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. إن يا رسول الله كأن تدعنا كأن تذولخ أنقارك إلا وصانا. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: جاء رسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أريد سفرا فزودني. أجل إفراد سفر أنس النبي زودي من ديغتين سفرينو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زودك الله التقوى. الحديث الأول زين الحكمة من الصيام لعلكم تتقون. مرز إن شاء الله، مركم إن شاء الله، كل الشد المستطاع من استقال الوزيد أربيق، ولكن مشيدة يتبدى سيبدى وجيدة يتكمار سيبدى لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم. من صمم صممت الأمم السابقة ميزة وخصر ماشي شعور عطش أدخل زرارة إيش حاجة وواجي خط جخزر ديش حاجة تمنع لعلكم تتقون. ما رفع رمضان انصر نصر انقو والتقوى وللوالد انتفت الحكمة زي السيارة. قال الصحابي أحد الصحابة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش، سرية مريف الجيش مسرم النبي يصف الجيش اللي جهل وكسبوا الجيش. أما خاص أحد الصحابة الغزوة مريف الجيش اللي قتل كسب النبي بوجود النبي وفاق جاء الغزوة السرية. بعث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه من توصى النبي الجيش يكمل بتقوى الله ومن معه من المسلمين. وكان الأمر بالتقوى وصية الرسل لأقوامهم. ها هو ذا نوح وهود وصالح ولوط عليهم السلام، كل منهم
قومه: ألا تتقون؟ ألا تتقون؟ وكانت وصية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد ذلك. فها هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه خطب بالمسلمين فقال: أوصيكم بتقوى الله. وها هو عمر بن الخطاب يقول: أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله. وكان نساء أهل المدينة إذا أردنا أن يبنين بامرأة على زوجها بدأنا بعائشة فأدخلناها عليها فتضع يدها على رأسها تدعو لها وتأمرها بتقوى الله وحق الزوج. فخمارها هذه المرأة تؤخمر مشي في عهد رسول الله خمارها الشيطان الغار. لا بد أدرغني عائشة رضي الله عنها من زماء أتدفغ ذد أمورة أتدفغ حجة لغير الشغال السرير أتدفوس أفوس خليها الناس من زسترة بسم الله مباشرة توصيخشل بتقوى الله وحق الزوج. ما مش غير كاربون اسم تباري توصل بتقوى الله يفرد جيش تقوى الله الجهد تقوى الله غزوة وثانية يصرى صحابي زودني زودك الله بالتقوى ينهز الوصية تقوى الله انظر الهدف تقوى الله نمرش الوصية تقوى الله. إذن هذه التقوى ماشي شي حاجة عادية والخوان ضمنت على تقوى الله ثالثة. عائشة قالت يا مغار كنت مغطي مرشد أوصيك بتقوى الله بتقوى الله أي تقصي ضرب الخنم تقصي ضرب الكواريزة تقصي ضرب ذي الأسرة النم ذي العائلة النم تقصي ضرب كمسرمن أم كمرب. وهو ذا عمر بن عبد العزيز يكتب لبعض عماله فيقول: أوصيك بتقوى الله. رئيس الدولة إثاري العمال في تمثالاً أولاً فوروا: أوصيك بتقوى الله. وما معنى تقوى الله؟ تعريفات كثيرة زي أجمل تعريفات من إن عبد الله بن مسعود بإيجاز: إن التقوى أن يجدك الله حيث أمر